السلام عليكم. شو اللي يخلي الشخص المنافق يستمر في نفاقه، يستمر في إساءة للناس؟ شو السبب؟ السبب من المنافقين نفسه اللي يطلعون يدافعون عنه بدل ما يحاسبونه. الشخص كلنا معرضين للأخطاء، حسس الشخص بالعكس انه هو أخطأ، حتى لو تحبونه لازم تحسونه، أمر تنافقه تضره وتخليه يستمر ويدافعون عنه. ليش؟ عشان هم بعد يبعدون شبه عن نفسهم انهم منافقين، ولكن يكشفون روحهم. بس لكن احنا لو نبعد هالعاطفة عنه يخلقون لك قصص ويركبون ذي على ذي عشان يطلعون الشخص او يبعدونه من اخطائه. بالعكس، اذا انت تحب ذي الشخص حسس انه اخطأ بدل ما تدافع عنه. لا تستغلون طيبة الناس، لا تستغلون عاطفتهم، يعني هم تبي تسيء للشخص لهالناس، وهم تبي تقنعهم انه يتقبلون ذي الشيء وان اللي قلت هاي قدركم، معقولة؟ وثاني شيء، قرر يا جماعة، اصحوا اصحوا، الوطنية من غير مقابل. اشخاص يطلعون ويقولون وطنية وطنية ومن يطلبون المقابل وياخذون المقابل، ابعدوا عنكم، هاي كلها نفاق، حكيهم نفاق، لا تأثروا من كلامهم. بالعكس، الوطني انك تضحي وتعطي، مو بالعكس، ولا حساب مين هالشعب المسكين. لا تستغلونهم يا جماعة، ارحموا ارحموا. ويا المنافقين، كفوا كفوا عن نفاقكم، الله يبعدنا من هالشر. اللهم لا تأخذنا مما فعل السفهاء منه، ولا تبلينا بهالابتلاء. يلا لك الحمد والشكر.